فيستثمره الناس بالإكثار من الدعاء، سواء من الواقفين بعرفات أو من الواقفين بغير عرفات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وذكر عدد من أهل العلم أن خير الدعاء في هذا الحديث عام، سواء لمن كان في عرفات من الحجاج ومن كان في غير عرفة، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقل خير الدعاء للحاج في يوم عرفة، لا، وإنما جعله عاما، فقال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فينبغي أن يحرص الإنسان على أن يدعو حتى لو لم يكن حاجا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكان بعض السلف يقولها 5000 مرة و8000 مرة كما ذكر ذلك في سيرهم، فهذا من أفضل ما يقال أيضا سواء في ذلك اليوم أو في غيره. ويسن لمن لم يكن حاجا أن يحرص أن يصوم هذا اليوم، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم عرفة يكفر سنتين، السنة الماضية والسنة القادمة.